معنا الأستاذ محمد هاشم الناشر والناشط السياسي. في البداية أتعرف على رأي حضرتك في تواجدك في ميدان التحرير وبعد مرور عام كامل على ثورة 25 يناير، ما هي المطالبات الرئيسية والأهداف الرئيسية لتواجد المتظاهرين بالميدان؟ وهل ترى أن الميدان كله متظاهرين من أجل مطالبات أم هناك محتفلين بذكرى الثورة؟ حضرتك ما بصيت مش هتلاقي رقاصة اللي كانوا يقولوا عليها مش في ميدان التحرير، الرقاصة في العباسية والرقاصة في الاستاد، يعني تامر حسني ومش عارف مين ومين. المجلس العسكري كرر نفسه وقال انه عظيم وان هو كويس، بس محدش هيصدقه لان في ناس اتضربت بالرصاص وفي ناس اتقتلت بالغاز وفي ناس اتقتلت بالغيظ نتيجة ان احنا وثقنا فيهم وده اتفضلوا 6 شهور فخلوا حياتنا سودة وقتلوا الاولاد واعتقلوا الاف، عملوا اداء تاني خالص غير اللي كنا بنرجوه منهم، يعني حولوا العقيدة القتالية عند الجندي المصري العظيم ابن الشعب يعني اللي بيعمل الحدود الى واحد بيشحل بنت في الشارع وبيبهدل بلد، يعني عملوا حاجات كتير قوي. فاحنا نازلين لان كان مطالب الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية تغيير حرية كرامة انسانية، كل الشعارات دي ما اتحققتش، مفيش اسعار رخصت، مفيش اي احوال معيشية اتحسنت عند المواطنين، كل اللي كانت الناس بتحلم بيه وقدمت عشانه شهداء هم بيعملوا عكسه تماما. عشان كده الناس في الشارع غاضبه وهتبقى غاضبه واعتقد معتصمه لحد ما المجلس العسكري يسيب السلطه، ده الحل الوحيد. حضرتك تتوقع سيناريو يوم 25 يناير، السيناريو اليوم غدا ايا كانت السيناريوهات، الكتل البشريه كتير الموجوده دلوقتي من دلوقتي الملايين اللي هتملى الميادين هتحمي البلد وهتدافع عن المنشآت. حضرتك فاكر 25 يناير اللي فات وطول ايام الثوره مفيش بنك وسط بلد مليانه بنوك مليانه مصالح المجمع كل حته مفيش اي حاجه تمام الصحه، هم اللي بيحرقوا، هم اللي حرقوا المجمع العلمي قبلها بيوم كان في حد تبعهم بيتكلم انه هيتحرق، هم اللي يقدروا يطفوا بالطياره، هم اللي يقدروا ينقذوا الكتب، كان الشباب بيشيلوا كتب وده متصور في كل القنوات بيشيلوا كتب بينقذوها وهم بيحدفوا عليهم ولطوف وطوب، ده متصور ده باين مين اللي يحرق، هم اللي يعملوا الجرائم دي. احنا نحمي منشآتنا بارواحنا وندافع عن سلميه الثوره بعمرنا لان الثوره السلميه هتنتصر. لكن تسليم السلطه لمن؟ تسليم السلطه، تسليم المجلس العسكري السلطه لمن؟ في اقتراحات لمجلس رئاسي مدني من 3 ناس تتفق عليه، في اقتراحات بالمستشار حسام الغرياني اللي هو رئيس المحكمه رئيس مجلس اعلى القضاء شخصيه نزيهه وكويسه، في اقتراحات يعني اي توافق ما قوى سياسيه تتفق عليه، الجمعيه الوطنيه للتغيير، ائتلاف شباب الثوره، المجموعات اللي دعت الثوره، الناس اللي في الميدان لها حقوق، اهالي الشهداء الثوره مش تجار الثوره وتجار الوطن. يعني تسليم السلطة هو حل كافي لمغادرة المتظاهرين الميدان؟ أكيد أكيد ده يهدي الناس، أكيد تسليم السلطة من العسكر يعني إسراع في المحاكمات، يعني إطلاق للمعتقلين الخاطئين المحاكمات العسكرية، يعني فرحة، يعني الثورة تبدأ تطالب بحاجات، لكن كده حرام كده ما أظنش إن في يعني في حاجة اتحققت. رأي حضرتك في موقف التيار الديني من 25 يناير؟ مش مفاجئ، اللي اشتغلوا سياسة اللي زينا قبل الثورة عارفين انه ده مش مفاجئ، يعني كلنا كنا بنوقع يعني دفاعا، بنوقع دفاعا لخروج يعني المناظرين اللي بالاخوان المسلمين لما كانوا بيناضلوا ضد مبارك وبيتحبسوا عشان عقليتهم، ونحن ضد المحاكمه العسكريه ليهم، ممكن في خصومه سياسيه، هو كلامه غير كلامي، هو بيفكر غيري، بس انا مع حقه في الوجود، هم العكس، هم شوهوا الناس وهاجموا الناس وصرفوا بطريقه وحشه جدا. هل انت مع اقصاء التيار الديني من الميدان؟ ابدا ابدا ابدا، مش مع اي اشتباكات، ده مش جاي من الهند، ده تيار مصر، ده ناس مصريين وحقهم يعبروا عن رايهم، حتى وان كان رايهم ده انا مختلف معاه، حقهم يتواجدوا ويسمعوا الجمهور اللي عاوز يسمعهم، واحنا نسمع انت وانا والناس اللي لها كلام مختلف يسمعوا جمهورهم، اعتقد ما فيش طعيم مش كويس ابدا نشترك او اسمع ان الناس بتمنع الناس، لا يعني انا لو بطالبه انه يبقى كويس لازم انا كمان ابقى كويس.